السلام عليكم. اليوم نقدم لكم إقامة جديدة راهي قيد الإنشاء ببلدية بسكرة، واللي تقع في حي شعبي. زوج نقاط استوقفتني. النقطة الأولى تتعلق بالنمط السكني أو الطراز الهندسي تاع يعني الإقامة هذه، واللي لا يختلف عن السكنات الموجودة في المدن الكبيرة أو المدن الشمالية، أين تقل يعني أو تكون مكلفة الأرضية نتاع المساحة الأرضية. أما بالنسبة للولايات يعني اللي جاية في الداخل، وخاصة اللي جاية في وسط البلاد، ف يعني المشكل تاع المساحه والمشكل تاع الارضيه غير يعني تاع العقار يعني موجود باقل حده. يعني كان بالامكان عدم الذهاب الى يعني الطبقات الزائده اكثر من 4 5 طبقات. كان من افضل الانسان يخطط ولا يروح الى سكن افقي، اللي لازم دائما اكد عليه انه هذا هو الامثل، يعني البناء الامثل يعني بالنسبه للعائلات هو السكن افقي، ومع كذلك التهيئه نتاعو. اما نقطه ثانيه فتتعلق بالموقع نتاع السكن هذا، يعني ما كاش انسجام في محيط يعني النسيج العمراني، كاين اختلالات كبيره في هذه القضية. كاين مساحات نتاع بناء ذاتي، فيلل غير مكتملة وبنايات غير مكتملة، وعمارات في الوسط. ويعني هذا المشكل نتاع النسق العمراني لو تيسي اوربان لازم تكون فيه نوع من الأحادية ونوع من احترام يعني الشكل العام، الطراز العام تاع المدينة، باش يكون عندها ان كاشي، باش المدينة كل مدينة يكون عندها ان كاشي اللي يميزها. للأسف ما كانش دراسات معمقة في الميدان العمراني. يفوت بزيربانيست لازم منا حنا، يخصونا ما يخصوناش لي زارشيتكت، يخصونا لي زيربانيست، يخصونا لي سوسيولوج، يخصونا هذو الناس اللي لازم نقحموهم في العملية نتاع التعمير. لازم العملية تاع التعمير والبناء، لازم السوسيولوج لازم يكون جزء من العملية هذه، لأنه بدون معرفة وبدون يعني الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات نتاع المجتمع والتقاليد نتاع المجتمع وال يعني الخصوصيات الفيزيائيه يعني لوندروا يعني الجغرافيه والطبيعيه والمناخيه، كل هذه العناصر لابد ان تؤخذ في الاعتبار في العمليه تاع الانتاج نتاع ما يسمى بالمدينه ينسبوا اليه، يعني المدينة التي تسمح بالعيش الكريم. نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.